ما هو الفرق بين الذبحة الصدرية والنوبة القلبية والسكتة القلبية؟ تابعوا معنا هذا الفيديو لمعرفة الفرق بينهما. أولا، الذبحة الصدرية هي إصابة الشخص بألم في وسط والجهة اليمنى للصدر نتيجة عدم وصول كمية كافية للشرايين التاجية المغذية لعضلات القلب من الدم، خاصة عند القيام بمجهود. وفي هذه الحالة لا يحدث ضرر لعضلات القلب، ولكنها في حالة الإهمال وعدم العلاج تؤدي إلى النوبة القلبية. من أسباب الذبحة الصدرية وجود ضيق في الشرايين التاجية، ومن عوامل الإصابة بها التدخين والجنس الذكري، التقدم في العمر، والسمنة وارتفاع مستوى دهون الدم، السكري وارتفاع ضغط الدم، والتعرض لضغط نفسي كبير. عند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط والاستلقاء في وضع مريح، وإذا كان لدى الشخص أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها في وقتها. في الأغلب الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت، ويجب مقابلة الطبيب لعلاجها، وإهمال علاجها ممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية. النوبة القلبية هي تحدث نتيجة لانسداد الشرايين التاجية وتخثر الدم المتجلط. هذه الشرايين نتيجة لهذا الانسداد في الشريان التاجي يحدث ضررا وتلفا في عضلات القلب نتيجة لنقص الأكسجين الواصل لهذه العضلة. النوبة القلبية يمكن أن تكون قاتلة. عند حدوث النوبة القلبية يمكن أن يموت المريض أو يحصل تلف وضرر لعضلة القلب المصابة بنقص الأكسجين. من أعراض النوبة القلبية الشعور بالانزعاج وعدم الراحة وسط الصدر، ويستمر لعدة دقائق. الشعور بضغط أو ألم في الذراع الأيسر، ألم في الذقن أو الفك، ألم في فم المعدة، العرق والغثيان والدوار. من أسباب النوبة القلبية ضيق الشرايين التاجية نتيجة لجلطة تسبب انسداد الشريان. من عواملها التدخين والجنس الذكري، التقدم في العمر، السمنة وارتفاع مستوى دهون الدم، السكري وارتفاع ضغط الدم. النوبة القلبية قد تكون قاتلة، وعند إصابة شخص بالنوبة القلبية يجب الاتصال بالإسعاف فورا، والتأكد من تنفس الشخص ونبضه، وبدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر. ثالثا، السكتة القلبية هي توقف القلب عن النبض، مما يستدعي عمل إنعاش قلبي وتؤدي إلى انخفاض التنفس وتوقفه. من أعراضها حدوث ألم في الصدر، ضيق في التنفس، وخفقان وضربات كبيرة غير عادية في القلب. السكتة القلبية من الحالات الطارئة جدا، ويجب نقل المريض بأقصى سرعة للمستشفى لعمل إنعاش قلبي وإدخاله العناية المركزة.